الخبر اللي ضجت فيه وسائل التواصل وسائل الاعلام انه نبيل صوالحة شخص مسيحي ابنه سيعتنق الاسلام من اجل ان يتزوج من مسلمي، صح؟ ويقال انك رحت انت معه رفقته على المحكمه لا يعلن او لا يشهر اسلامه. صحيح؟ صحيح. واكبر متعه وجدتها مع الشيوخ والقضاه في المحكمه الشرعيه هناك. يا الله شو كيفنا ونكتنا مع بعض، أنا يعني حبيتهم. عن قناعة؟ يعني قرار ابنك ما زعجك بمكان ما؟ شوف، هو واحد من الشيوخ سألني يعني هذا الحكي وكان بدي يسأله عن الإسلام، قلت له أنا يعني إحنا الدين نولد به، قليل منا اللي بختار، ونجند به. أنا لم أجند في دين، أنا جندت واحد شغلة اسمها الأخلاق في التعامل مع الحياة ومع الناس، وهذا اللي علمت لأولادي. فابني إن كان مسيحيا أو مسلما فهو مسلم جيد أو مسيحي جيد إذا هذه الصفة، لكني لم ألتزم بتقاليد الدين أبدا ولم ألتزم بمراسم الدين، التزمت فقط بأخلاق الدين. أنا مرة سئلت هذا السؤال بإحدى المقابلات في مصر، قيل لي هل تقبل أن يعتنق ابنك الإسلام كي يتزوج من مسلمة؟ جوابت لا. اقتطعوها وحطوها وقتها وعملت لي إشكالية، لأني أنا كملت قلت لهم أقبل أن يعتنق ابني الإسلام إذا كان مقتنعا باعتناق الدين الإسلامي، إنما لمصلحة أو لغاية لا أقبل. يعني أنه يعمل مسلم بس لأنه بده يتجوز، هيدي مصلحة. أنا بقبل ابني يعمل مسلم إذا هو إجا لعندي وقال لي أنا اقتنعت بالدين الإسلامي وأريد أن أعتنق الإسلام، ساعتها بقول له هذا قرارك، هذا خيارك، أنا ما في أوقف بوجهك. أنت شو صار معك؟ هل اعتناق ابنك للإسلام هو لمصلحة الزواج من مسلمة أو لأنه هو فعلا اقتنع بالدين الإسلامي واعتنق الإسلام؟ هاي كلمة اقتناع أنا بعيد النظر فيها. حشرك السؤال. حشرك السؤال. لا أبدا، كلمة الاقتلاع على الحوار فيها. أنا يعني عايش بين أهلي المسلمين. أنا إجاني واحد سنتر فرنساوي بسألنا عن الأردن هون كيف حال الفرنساوية، ويجي يزورني أنا، فقلت له أنا يعني يا ريت حال إحنا المسلمين عندكم في فرنسا زي حال المسيحية هون. نعم. أنا جدودي من آلاف السنين عمره ما حدا. لا هيدا موضوع، هيدا موضوع آخر. لك أنا موضوع آخر. أنا عم بحكي اعتناق ابنك للإسلام كان عن قناعته بالدين الإسلامي أو فقط لأنه يريد أن يتزوج من مسلمة؟ يمكن حبه لهذه الفتاة. نعم. كان هو الدافع، بس مش دافع أجبر عليه، دافع اختاره. قال لي يا بقى أنا هاي البنت، لأن هناك من يسأل الامرأة تتبع الرجل، فلماذا هي لم تعتنق دين زوجها؟ لماذا هي لم تعتنق دين زوجته هو اعتنق دينها؟ هاي شوف، أنا ما في عندي اقتناع وما اقتناع وأقتنع دين، أنا عندي ما بتفرق عندي. أنا بحكي اعتناق. أنا واحد من الشيوخ بقول لي أنت راح تصير مسلم، قلت له لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو مشكلتك؟ أنا ما عندي مشكلة. أنا الدين الإسلامي دين كريم ودين تسامح لما تأخذ الحقيقة فيه، غير التشوهات اللي عمال بصير في عالمنا، والمسيحي أصلا دخل في تشوهات كثيرة. فأنا مش ملاقيها قضية أبدا، إذا بتسمح لي أقول. لما طلعت ربع ساعة بعد ما طلعت من المحكمة بتصلوا فيه الصحافة، سمعنا أنك أسلمت، قلت لهم والله أنا ما عندي مانع بس مش فاضي في الوقت الحاضر، يعني أما ابني أسلم يعني. وصارت حكاية والناس بتجادلوا بين بعضهم. أنا ما في، أنا أرى أخي المسلم ديني وأخي المسيحي ديني، لكن أنت وأنا لم نختار ديننا. هذا ما يميز الأردنيين تحديدا، أن قبل مرة كمان حكينا أنه هذا الموضوع المذاهب والطائفية بتحسوا أنه يعني التعايش اللي صاير بين أهل البلد خلى هذا الموضوع يعني قدروا يلعبوا بهذا الموضوع بكل عالمنا العربي. يعني من أراد أن يصطاد بالماء مثل ما بيقولوا بالماء العكر في هذا الموضوع، موضوع المذاهب والطوائف والدين، قدروا يلعبوا بين مسيحي مسلم، يلعبوا بين سني شيعي، بين كاثوليكي أرثوذكسي، استغلال الغرب والصهيوني. يعني يمكن الأردن الوحيد، وإن شاء الله يعني دائما بنقول الله يبعد العين والحسد، يمكن هو البلد الوحيد الذي لم يهتز
بهذا الموضوع، يمكن لقناعة أهله بهذه بهذا التعايش اللي موجود بين أهل الأردن. لأننا عرب قبل كل شيء. لأننا عرب قبل كل شيء. أنا بولد عربي،